في أجواء رمضانية خاصة وفي رحاب المسجد المركزي وسط بلدية أولاد تبان، أشرف أمسية البارحة رئيس دائرة صالح باي فريد العيز رفقة رئيس المجلس الشعبي البلدي بالنيابة وبحضور ممثلي البرلمان والسلطات المحلية وجموع المواطنين على مراسم إحياء ليلة 27 من شهر رمضان المعظم، حيث تخلل هذا الإحياء تكريم حفظة القرآن والفائزين بالمسابقة الدينية لحفظة القرآن في طبعتها الأولى. وقد أوضح القائمون على مسابقة البلدية لحفظ القرآن الكريم اعتماد آلية الرقمنة في مختلف مراحل المسابقات التصفوية، أين تم وضع كل الوسائل والإمكانيات تحت تصرف اللجنة المنظمة للمسابقة وكذا لجنة التحكيم. نحن اليوم متواجدون في مسجد العتيق ببلدية أولاد تبان لحضور مسابقة تتمثل في تكريم طالبات وطلبة حافظة القرآن، وإن تم اليوم تكريم حوالي 60 حافظ وحافظة للقرآن. بهذه المناسبة نتقدم بجزيل الشكر للجنة التي أشرفت على تنظيم هذه المسابقة، ونتمنى إن شاء الله تكون سنة حميدة. كما نتقدم بجزيل الشكر للسيد رئيس البلدية والطاقم من تاعو المنتخب والإداري الذين كانوا شركاء أو مرافقين لهذه السهرة المميزة وهذا التكريم المميز. نتقدم بجزيل الشكر أيضا للسيد رئيس المكتبة اللي أشرف منذ طيلة أسبوع لوصول لهذه النتائج، واستعمال يعني طريقة حديثة تتمثل في طريقة تقنية حديثة باستعمال اللوجيسيال محكم لدراسة الأساتذة وشفافية العملية. مشكورين كل في منصبه. نحمد الله تعالى على هذه الساعة المباركة التي نقف فيها في أحد ليالي رمضان الفاضلة، حيث حضرنا صلاة التراويح وحضرنا حفلا بهيجا كرمنا فيه ثلة من فرساننا وفارساتنا في القرآن الكريم، فئة حفظوا القرآن الكريم واجتهدوا في تلاوته واجتهدوا في تجويده، وكان لهم ما أرادوا من هذا التكريم، نسأل الله أن يكرمهم في الدنيا والآخرة. عدد المترشحين 140 مترشح، وعدد المتفوقين 65 متفوق في شتى الرتب، 60 حزب، 45، 30، 15، 5 أحزاب، والأربعين النووي. نسأل الله أن تكون فاتحة خير لطبعات إضافية، كانت هذه الطبعة الأولى على ما أظن، على ما أعتقد في تقديري، كانت طبعة ناجحة ما شاء الله بامتياز. أشكر رئيس البلدية واللجنة المنظمة التي ساهمت في إنجاح هذه الطبعة الأولى لتكريم أهل القرآن، أهل الله وخاصته. طبعة كانت يعني ناجحة 100%. التقينا في هذه الليلة المباركة، ليلة السابع أو ليلة 27 من رمضان، إحياء لهذه الذكرى. ارتأت بلدية أولاد تبان إجراء مسابقة في حفظ القرآن الكريم وترتيله. اشتملت هذه المسابقة على 6 فئات. هي المسابقة كانت برعاية الإدارة البلدية، كانت فيها ميزة خاصة في هذا الموسم وفي هذه الطبعة الأولى، والتي تعتبر طبعة تجريبية يعني في الأصل، ولكن الحمد لله كانت ناجحة إلى مدى بعيد. تميزت هذه الطبعة باستعمال الرقمنة وتشفير العملية في بداية من التسجيل ثم مرورا بالإجراء وانتهاء بإعلان النتائج، يعني كانت فيها قفزة نوعية وكان فيها أثر نوعي في هذه الطبعة. يعني اليوم احنا حضرنا اليوم بهذه المناسبة، يعني في هذا اليوم المبارك، الاحتفاء يعني بطلبة القرآن. ان اليوم انا راح نقول واحد الكلمة، انه يخطأ من يتصور أن المتكالبين عن الجزائر وعن وطننا الحبيب أنهم يتكالبون عليه من أجل ثرواته أو من أجل بتروله أو من أجل الخيرات الباطنية الموجودة فيه، ولكن التكالب الحقيقي هو على هذه القيم، على هذه التلاحم ما بين الشعب الجزائري، على هذه العادات. يعني قبل يومين كنت أنا مدعو في إفطار جماعي في بلدية أولاد صابر، يعني لاحظت واحد الملاحظة أن يعني الناس يوقفوا في
في المارة في الطريق السريع، ويعني بالقوة باش نفطروا العائلات يعني من العمارات الأمهات تطيب في الأكل ويعطوا للصائمين. إذن هذا هو الشعب الجزائري، هذه هي النقطة اللي راهم يتكالبوا علينا يعني الأجانب، هذه هي يعني الأشياء اللي خلات هذا يعني الجيران هذو أو الأعداء نتاع الجزائر يتكالبوا علينا. إذن التكالب اللي على الجزائر يخطأ، نقولها مرة ثانية باللي يقول أنه على الثروات، إنما التكالب هذا على جال هذه القيم اللي نشاهده فيها اليوم وعلى جال التلاحم هذا، كل ما الجزائر تحتاج أولادها يكونوا يد واحدة. إذن إن شاء الله ربي يخلينا دائما مجمولين. شبيه تم تكريمي اليوم في بفضل بلدية أولى تبين من مدرسة من جمعية العلماء المسلمين بحفظي 5 أحزاب. أشكر والدي وأشكر كل من ساعدني في حفظه، وعيدكم مبارك. تلميذة سبوعي بسملة، أدرس في مسجد عمر بن العاص، المشاركة في حفظ 40 النووية في مركز أولاد سبين، وأشكر رئيس البلدية على هذه المبادرة، وعيد مبارك. أدرس في مدرسة القرآنية تابعة للمسجد مركز العتيق، وبفضل والدي وأساتذتي اللواتي ساعدنني بحفظ 5 أحزاب مباركة. أتمنى لكل واحد أن يختم القرآن، وعيدكم مبارك.